قلتش طويل وهايف لا قلتش نص نص لا قلتش تخين ومقلبص لا قلت كان راجل ايه قصير وبعدين يا ولاد زكى ده بالرغم من انه كان راجل شرير انما كان نفسه يشوف الرب يسوع نفسه يشوف مين الرب يسوع قلتش يشوف التلفزيون لا قلتش يشوف السيما لا قلتش يشوف التلفلفون لا قلت يشوف مين الرب يسوع انت واد يا تخين اللي عم تاكل اما اكون في الدرس بتاع مدارس الاحد اما كل امك تاكل مدارس الاحد هو بعدين زكى ده يا ولاد وبعدين يا اولاد زكى ده نفسه يشوف الرب يسوع في معدية الرب يسوع تفتكروا الرب يسوع يحملوا لا يطنشوا لا يجيبوا ورا ظهره لا عارفين يا اولاد بس زكى ده قاعد يقول الدنيا زحمة والدنيا هيصة وانا قصير ولازم اشوف الرب يسوع ام زكى لقى سجر الدميزة لقى سجرة ايه؟ دميزة قلت السجرة مرقوقة لا قلت السجرة منجة لا قلت السجرة بلا لا في حاجة اسمها سجرة بلا لا وبعدين زكى يا ولاد صط نط فط طلع فوق السجرة طلع فوق ايه؟ السجرة قلتش نزل تحتيها لا قلتش اتضلل بيها لا قلتش وقف جنبيها لا عمل ايه زكى صط نط طلع فوق السجرة عمل ايه؟ نط فط طلع فوق السجرة عمل ايه جول يا ابني؟ طلع فوق السجرة لا نط فط طلع فوق السجرة عمل ايه؟ نط فط طلع فوق السجرة ماشي ما جراش حاجة يبقى كل وقت تخلي بالك من السلبة بتاع المدرسة وبعدين طلع فوق السجرة في معدية الرب يسوع أم الرب يسوع كده بكل حنية بصله وقال له إيه؟ قال له اسرع وانزل يا زكا قال له اسرع وانزل يا إيه؟ يا زكا قال له صوت لا قالوش فط لا قالوش اندله لا قال له اعمل ايه اسرع وانزل يا زكا او مش بس كده قال اليوم راح ازور بيتكم قال يزور مين بيتكم قالش البيت اللي جنبيهم لا قالش البيت اللي جنبيهم لا قال يزور بيت مين زكا بيت مين زكا بيت مين يا انت بيت مين زكا ده عشان السمك مش عشان وبعدين دخل الرب يسوع بيت زكا لا ليه هم اللي تحت عايزين يسمعوا لما دخل الرب يسوع ايه ده لما دخل الرب يسوع بيت زكا وبعدين الكتبة والفريسيين قعدوا يتلمزوا ويتهمزوا قعدوا ايه يتهمزوا ويتلمزوا وقالوا الرب يسوع دخل بيت راجل خاطي أم الرب يسوع قال لهم ده برديك ابن الإسرائيل ابن المين؟ الإسرائيل قالش ابن الشيطان لا قالش ابن أي شيء كان لا قال ابن مين؟ ابن الرب يسوع اسم إسرائيل إسرائيل وبعدين يا أولاد الصعيد الرب يسوع لما قعد دخل البيت قال عاوز أقول لكم حاجة اليوم حصل خلاص لأهل هذا البيت قال امتى حصل خلاص اليوم قالش امبارح لا قالش اول امبارح لا قالش عم نول لا قال امتى حصل خلاص اليوم اليوم زكى يا ولاد اول ما استقبل الرب يسوع اتغير قلبه مش المهم بس ان احنا نستقبل الرب يسوع انما المهم يتغير القلب من جوه ام زكى زط فط نط وقف وقال اسمع يا رب يسوع اذا كنت خدت ميلا من واحد راح ارده اربعة راح ارده قد ايه اربعة قالش تلاتة لا قالش اتنين لا قالش قد ايه لا قال بالظبط قد ايه اربع مرات مش بس كده نص موالي اديه للفقراء قال يدي قد ايه للفقراء نص موالي طبعا مرته صوتت ولمت عليها الجيران وقالت خلاص اتفضحنا وبعدين يا اولاد زكى اتغير لانه استقبل الرب يسوع والرب يسوع حبه وقال اليوم حصل خلاص لاجل هذا البيت عارفين ليه زكى استقبل الرب يسوع عشان بيحبه لازم نستقبل رجال ربنا ولازم بالذات مدرس مدارس الاحد
اتوكلوه وتشربوه وتعشوه عشان ربنا يرضى عليكم. عندكم لحمه؟ لا لا اما انا تعب كلب معاكم من الصبح ليه؟ خلاص اتعلمتوا من اليوم. لا لا سيدنا عمل انترتينمنت جامد في الحبيس امبارح. اه لا حلو برضه.